مجدداً عادت متحورات فيروس كورونا الجديدة إلى الواجهة، وعاد معها الحديث عن إجراءات فرض القيود على السفر والتلويح بالإغلاق العام، وسط تباين المواقف عن كيفية التعامل معها. 3 أيام فقط على اكتشاف أوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا، ولم تخفت أصوات التحذير من سرعة انتشاره وما يستوجبه من استنفار عالمي. بدأت أولى خطواته في إغلاق المجال الجوي في جنوب إفريقيا وعدد من البلدان المجاورة لها، وسط مخاوف من أن يكون أكثر مقاومة للقاحات المضادة المنتجة حتى الآن وأكثر قوة على الانتقال. تقول شركة موديرنا الأمريكية للأدوية إنها ستطور جرعة معززة ضد أوميكرون في واحدة من 3 استراتيجيات تعمل عليها الشركة لمواجهة التهديد الجديد، في حين بدأت شركة بيونتك على الفور التحقيق فيما تحمله السلالة الجديدة وإجراء اختبارات على مدى مقاومتها للقاحات، وما إذا كانت يعمل اللقاح ضروريا لإنجاح هذه المقاومة. فيما تتسارع التطورات على صعيد المواقف الحكومية لمواجهة المتحور الجديد في وقت سجلت فيه الساعات الماضية أرقاما قياسية من حيث عدد الإصابات، أكثرها كانت في دول أوروبية تدرس الآن إعادة بعض تدابير الإغلاق، إغلاق لا ينقص العالم بعضا من أثاره، وهو لا يزال يبحث عن بعض الاستقرار في الاقتصاد وحركة التجارة بعد الاضطرابات الشديدة في سلاسل التوريد والارتفاع الكبير في أسعار منتجات الطاقة وغيرها من العوامل ذات الصلة بتداعيات الوباء، ما يجدد الجدل حول سبل التعامل مع التهديد. متابعة لتطورات ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا والمواقف المتباينة من التعامل معه مشاهدينا في قصة اليوم، ابقوا معنا.